راضي على التعديل أو بتعتبر حالك ضحية هذا التعديل؟ لا أخي توني، يعني خليني أحكي لك. أنا أولا حتى نكون واضحين، أنا الرئيس صديقي، يعني ما له علاقة. لا لا، ما هو بدي أحكي لك. صحيح ما له علاقة، هو يعني لما قرر أنه يعني أنا أدخل الحكومة حكى معي قبلها فترة وقال لي بدي رأيك في الشغل الفلاني والفلاني والفلاني، فحكيت له. بعدها فترة حكى لي قال لي بدي تدخل معنا بالحكومة، قلت له أنا بدخل، وأنا يعني لسببين رئيسيين. السبب الرئيسي أنه أنا قناعتي في الرئيس أنه رجل كويس وممتاز وكذا، والشيء الثاني أنا حقيقة عندي أفكار وبدي أطبقها، ولذلك أنا حكيت له بالحرف الواحد يعني وآسف. ولكن صديقك، بس لحظة، صديقك ولنوجه له كل تحية وكل احترام، هو من قال إن إقالة بعض الوزراء تمت بناء على مؤشرات الأداء. يعني صديقك قال إنه صحيح إقالتك تمت على مؤشر أدائك، وكأنه عم بيقول إنه أدائك في الحكومة صحيح كان سيئا وفاشلا، تم تعديلك بناء عليه. صح يا سيدي. أنا يعني بعده صديقك؟ يعني أكيد، يعني أكيد صديق. فأنا قلت له بس أكمل وراح أجاوب عليه. فقلت له أنا يعني أنا حاب، حتى حكيت له بالإنجليزي، قلت له I want to leave a legacy، يعني أنا حاب أترك بصمة. وأنا من أول ما جيت على الحكومة، من أول يوم حقيقة، وأطباء وكوادر وزارة الصحة يعرفوا هذا اليوم، أنا كان في عندي أفكار واضحة في هذا المجال. الآن المضبوط، عندما قرر دولة الرئيس أو خلينا نقول يعمل التغيير الحكومي، أنا حكى معي، فأدركت من خلال حديثه أنه بده يعني بطريقة أو ما يعتذر لي. فقلت له دولة الرئيس يعني أنت تبقى صديق، والتغيير حتمية تاريخية، يعني أنا أو غيري راح يتغير. بس هو ليه برر لك؟ يعني لما قال لك بدي عدل، كيف برر لك؟ قال لي اختارك أنت للتعديل؟ أنا ما أعطيته مجال كثير يعني يبرر. قلت له أبدا ما تنزعج في الأمور، أنا يعني بالنسبة لي بعرف يعني كيف الأمور بتصير، وشكرا شكرا، وسكر الخط. المضبوط في مساء، بالمساء صرح في هذا التصريح، وهذا ألمني. المضبوط أحكي لك إياه بصراحة. فحكيت معه، قلت له دولة الرئيس صار هيك هيك، وأنا طبعا تقبلت، لكن هذه فيها إشارة واضحة أنه يعني في تقصير وفي عجز وما فيش إنجاز، وهذا الحكي غير صحيح. وغير صحيح، أنا بقول لك ليش غير صحيح. أولا أنا ما بدي أحكي لك عن، طبعا لأول مرة في تاريخ الأردن النقابات كلها بتقف معي، أطباء وزارة الصحة وكذا، هذا يدل على أنه في إنجاز. بس أنا بدي يعني زي ما بيقول المثل، من فمك أدينك. يعني امبارح دولة الرئيس راح على غرب عمان وقال انه المتسوق الخفي وانه عمل هيك هيك. انا بدي احكي، معظم الناس ما بيعرفوا نتائج المتسوق الخفي لما انا كنت في الحكومة، اظهرت كالتالي: ان احسن 3 مراكز من 4 على مستوى المملكة تابعة لوزارة الصحة. رقم 1 مركز صحي الجبيهة، وأنا بحكي بالأسماء. ثانيا وزارة السياحة المركز الرئيسي. ثالثا مستشفى معان في جنوب الأردن. رابعا مركز صحي مرج الحمل. هذا 1، يعني على مستوى المملكة أفضل 3 من 4 كان من وزارة الصحة، هذا رقم 1. رقم 2 أيضا في المتسوق الخفي اللي عملها على دوائر الحكومة كلها، كان الريكورد تبعهم والسكور تبعهم كان 65%. وزارة الصحة المراكز الصحية والمستشفيات كانت 74%. وأنا طبعا مسؤول عن كل حرف بحكي، ودولة الرئيس أكيد ومجلس الوزراء الموقر بعرف هذا الحكي. ولذلك يعني أنا بعتقد أنه كان فيها يعني إساءة، مش لغاز الزبن كوزير الصحة، كان فيه إساءة للجهد المبذول حقيقة من هذه الكوادر في وزارة الصحة. طيب ليش كنت الضحية؟ يعني إذا كان الأداء جيد، إذا كان الأداء ممتاز، إذا كل يعني ضميرك مرتاح بعملك، ليش تعتبر حالك كنت الضحية؟ شو السبب أنك كنت الضحية؟ ما بعرف أنا. المضبوط يجب أن يسأل الرئيس. هل صحيح كان في طلب من عدد كبير من النواب باستبدالك بالحكومة؟ علاقتك بالنواب ما كانت منيحة وكان في؟ بالعكس، أنا علاقتي، أنا نائب سابق. بس لما يقال انه في مجموعه من النواب كانت هي كمان وراء التحريض عليك،
بشكل أو بآخر. أنا ما يقال أيضا رح نفوت بالتفصيل طبعا بعد الإعلان ما يعرف بين هلالين، وأتحفظ أنا على التعبير، ولكن لأنه هيدا التعبير المستعمل، لأن أنا من الناس اللي خاضوا حملة الدواء ببيروت، وبكل فخر بقول أني أنا اللي نزلت سعر الدواء ببيروت. نعم. يعني لأنه عملنا حملة كبيرة على ما يعرف بمافيات الدواء الأدوية، يعني الناس اللي هي تفرض على المواطن أسعار مرتفعة بالدولة. وأنا يعني وقتها طلعت على تركيا وطلعت على عدد من البلدان وجيت على الأردن وقتها، وعملنا مقارنة بين الأدوية بين الدول بالمنطقة المجاورة، وشفنا أنه عنا أسعار. طلع معي وقتها، ما كان بعد براسي إجي على الأردن، طلع معي لبنان وأردن أغلى دولتين بالدواء، بأسعار الدواء قياسا لباقي الدول. وانفتحت علي حملة وقتها شرسة جدا، بالنتيجة الحمد لله طلعنا منتصرين من هذه الحملة، وانطلع المواطن منتصر أنه نزلنا سعر الدواء. هل صحيح أنه في مافيا دواء أو ما يعرف بمافيا أسعار الدواء، وبعض النواب ومجموعة طوقوك وأطاحوا فيك من الحكومة؟ بدي بس جواب نعم أو لا. هو بجوز الجواب بنعم أو لا صعب. يعني هي أصلا موضوع الدواء يعني حقيقة يعني في احنا عندنا لجنة في المجلس النواب اسمها لجنة الاقتصاد، رح نفوت بالتفاصيل خلالها، بس انا بدي منك هذا جواب نعم او لا. انت بتعتبر لما بلغوك انك انت صرت خارج الحكومة، اول فكرة مرقت براسك انه هيدا هو السبب؟ لا، اول فكرة مرقت في راسي لا، في شيء ثاني. شو هو؟ انا بعتقد يعني انه هو الخلاف الرئيسي كان في موضوع الحوافز الطبية. يعني يا سيدي احنا في عندنا هذا موجود في كل الخدمات، سواء في الخدمات الطبية او في الجامعة، في الاطباء ياخذوا في المحلات الاخرى او في الوزارات الاخرى تسمى مكافآت. عندنا في الصحة بشكل عام سواء الخدمات الطبية او وزارة الصحة او الجامعة تسمى الحوافز الطبية، هاي اللي بتيجي من الناس الغير متفعين، يعني اللي غير مشتركين في التأمين. عندنا في وزارة الصحة لسوء الحظ في رقم ثابت كان هو يعني واضح 42 مليون دينار يوزع على دولة الرئيس قبل ما آتي أنا، يعني تعرف حركة الدوار الرابع اللي أطاحت بالحكومة السابقة. فلما إجا دولة الدكتور عمر الرزاز تفاوض مع النقابات الصحية الأربعة واتفق معهم على زيادة الحوافز بنسبة 30%. فأنا أجيت في هذه الفترة، طبعا أنا لما قعدت معهم أنا وعدتهم بما وعدهم به الرئيس. فيما بعد لما اجت الموازنه اللي صار انه يعني هذا الرقم بحدود كان 13 مليون، حطوا 13 مليون في الموازنه، بعد 48 ساعه صارت 6.5. قلت لهم ايش القصه؟ قالوا طيب نشوف. بعد كمان 48 صارت صفر. فانا سالتهم قلت لهم يا عمي هذا اتفاق او كذا لا يجوز هذا الحكي. قالوا خلينا بس نمشي الموازنه وفي بعدين لكل حادث حديث. فيما بعد المضبوط يعني خذنا معركة قاسية، ولما بقول قاسية حقيقة كانت على مدار كل يوم، يعني على مدار تقريبا شهرين، لأني أنا كنت مصر أن ما وعدت به الحكومة وما وعد به الرئيس وما وعدت به أنا يجب أن نحقق.